سيبقى الحدث الأهم الذي شاهدناه خلال سنة 2020 هو نجاح 277 امرأة في امتحانات نهاية التمرين الخاص بالولوج إلى خطة العدالة. لقاء موسع ستشارك فيه الكثير من الفعاليات النسائية بمنظومة العدالة، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية. تعلمون أنه بمناسبة الخطاب الملكي في 10 أكتوبر 2003 والذي أعلن فيه جلالته على التوجهات الكبرى لمدونة الأسرة، تم إقرار هذا اليوم هذا كيوم وطني للمرأة. إذن هذه مناسبة لكي نستقبل مختلف الفعاليات في سلك النسائية في سلك القضاء ومصالح كتابة الضبط، وأيضا المحاميات والمنتميات أيضا إلى هيئة العدول والموثقين وغير ذلك من الفعاليات النسائية، لكي نقف على المكاسب التي تحققت في منظومة العدالة، خاصة أن المرأة لعبت دورا كبيرا في الحوار الوطني لمراجعة منظومة العدالة وإصلاحها، وهي ما فتئت تتبوأ يعني مناصب مسؤولية مهمة جدا، سواء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في رئاسة النيابة العامة أو في مختلف محاكم المملكة وفي وزارة العدل أيضا. التفاتة جميلة، التفاتة طيبة، التفاتة للمرأة المغربية العاملة في مجال العدالة عموما، اللي كتعيش أنقولوا كاين إكراهات ديال مازال الطريق أمامها طويل ديال أنها توصل، خاصة في مراكز القرار ما يناسب الحضور ديالها الفعلي والواقعي في مكان الاشتغال. كنطمحوا أن المرأة القاضية تبوء مراكز متقدمة في مجال المسؤولية، كنطمحوا أن المرأة القاضية توصل ماشي في إطار مقاربة النار، حنا كنهضروا على الاستحقاق في إطار الكفاءة، أن التمثيلية ديالها في الوسط القضائي تكون أكبر من هذه النسبة ديال 24% حاليا اللي هي فيها. كنطمحوا أن نشوفوا مرأة في مراكز القرار، سواء بجميع مجالات الاشتغال في قطاع العدالة، قضاء، محاماة، مفوضين، نساخ، خبراء، موثقين. إذا لاش لا، المرأة المغربية اللي عاملة في هذا المجال ديال العدالة بكل مكوناتها في مجال كتابة الضبط، إذا كاين كفاءات نسائية كثيرة في جميع المجالات ديال الاشتغال في قطاع العدالة، ولكن كيخصها انها توضح تعطى لها الفرصه المناسبه ديال انها تبرز الكفاءه ماشي غير في مجال الاشتغال، حتى في مجال اتخاذ القرار وتسيير المرافق اللي هي مشرفه عليها. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.